اللي بعده دكتور حسن، قناة المحور ليه فضل عليا دكتور حسن راتب. دكتور حسن راتب ده ليه فضل عليا جامد جدا جدا جدا. بصي الفرق بقى، يوم ما رحت قلت لدكتور حسن راتب اني ماشي ورايح على النهار، كان مرتبي 8000 جنيه، راح مطلع من الخزنه 50000 جنيه، وراح مطلع وحطهم في ظرف وقال لي كل التوفيق وكل النجاح، وان شاء الله باذن الله تبقي انجح من عندنا مليون مره. ليكون كان فرحان انك ماشيه بديكي جايزه. كنت بجيب اعلانات كتير جدا، وكنت يعني دراعه اليمين، فانا بحييه وربنا يديله الصحه. وعشان كده لما جبت سيره المحور كذا مره انا ما كنتش عايزه يعني اختار او اجي على حد او كده، لان الراجل ده محترم جدا.